احنا ان شاء الله هسنا طلاب بكليه اقتصاديات الاعمال مرحله رابعه باذن الله. نتمنى تكون سنه خير وسنه محبه وسنه يتحقق بها كل الامان بالعراق، ونبارك للجيش والحشد الشعبي والشعب العراقي كل مناسبه تحرر المناطق اللي كانت محتله من قبل القوات الارهابيه. وان شاء الله هالسنه احنا ناويين نكون سنه للتاريخ عندنا، مثل ما نقول هي اخر سنه لنا في حياتنا الجامعيه. اخر سنه يعني كنا بالعطله السابقه بالعطله الصيفيه استعدينا من خلال التطبيق الصيفي، دخلنا دورات دخلنا محاضرات هوايه حتى نتاهل اللي ما بعد التخرج لسوق العمل. يعني تعرف سوق العمل سوق مو سهل، متطلبات السوق مو سهل، لازم نكون احنا مستعدين لها باكثر ما يمكن حتى نكون متميزين حتى نحصل فرصه عمل ممكنه لنا. فاحنا سوينا علينا ان شاء الله والباقي على رب العالمين. انا كليه اقتصادات اعمال مرحله ثانيه، حضرت انه يعني حضر كل الامكانياتي، بس اتمنى انه الاساتذه يساعدونا اكثر وتكون يعني ملخصات موجوده وخلاص، يعني ان شاء الله ننجح السنه. استعداداتنا العام الدراسي الجديد أكيد يعني هدوم ملابس، تحضيراتنا للدروس أشوف دروس شنو جدولي، خصوصا ناجح دور أول مرتبط بشغل ودراسة بنفس الوقت، أحاول أرهم بين وقتي ودراستي، دراستي وشغلي. سنة دراسية إن شاء الله سعيدة للطلبة، وإن شاء الله عام دراسي جميل محمل بكل ورود المحبة والتسامح بين طلابنا، وإن شاء الله نبدي أنه هاي السنة تكون إن شاء الله سنة أحسن من قبلها من ناحية الدراسة، بما أني طالب مرحلة رابعة أنه هذا المعدل التراكم هاي السنة يكون أكثر معدل من المراحل البقية، وإن شاء الله هم فعاليات هالسنة أوعدكم تكون فتشي راق بجامعة النهرين، وإن شاء الله من التألق التألق. طلبة كلية العلوم السياسية استقبل هذا العام الدراسي الجديد بحلة جديدة من قبل الطلبة، ونقدم الأفضل إن شاء الله هاي السنة الأفضل، وإن شاء الله كل سنة احنا أفضل بفضل دكاترة العلوم السياسية أساتذة العلوم السياسية، وإن شاء الله نقدم الأفضل. وكثير من الطلاب في العلوم السياسية وخاصة كلية العلوم السياسية عندهم مهارات، وواجب عليهم أن يطلعوا على الكثير من المعلومات الجديدة وخاصة في المفهوم السياسي. التحضيرات طبعا مثل كل سنة أنه تبدي أنه بالعام الدراسي الجديد أنه تحضيرات الملابس والهاي تطلع فرة، بالإضافة إلى أنه من يبدي الدوام من شوية يصير اللود علينا وهاي يبدأ عادل أنه ندخل بالأجواء الدراسية، وطبعا هاي الأجواء راح تصير ضغط علينا، وهاي السنة احنا مرحلة أخيرة طبعا، وإن شاء الله وراها راح نطب على المجال عملنا. بداية السنة إن شاء الله سنة خير على كل الطلاب وتوفيق، مثل ما تشوفون يعني بداية العام الدراسي الطلاب بدأت تتحضر وأجواء حلوة إن شاء الله. بهاي السنة أكو أشياء يعني أنا هسه كمرحلة رابعة شوية يعني جتنا خطوة جديدة اللي هي مشروع التخرج، فبعدنا لحد الآن إحنا يعني ده نبحث عن مصادر ونحاول نطلع بمشروع يخدم الجامعة ويخدم الوطن، وإن شاء الله كل الطلاب التوفيق والأيام الحلوة. المرحلة الثالثة هي مرحلة بكل الكليات وبكل الأقسام، المرحلة تكون الثابتة والتحدد اختصاص الطالب بالكلية اللي يدرسها،
فالرادلة يعني احنا من ذاك الاسبوع بلشنا، واعتقد الاربعاء الفات امتحنا كوز يعني ورا يوم من الدوام كذا امتحنا. والله كريم ان شاء الله نجيب مردود طيب. Thank you.